يسعد مساكم من جديد مشاهدينا. الحين بنتوقف وياكم عند برنامج صناعة المعرفة، واللي استهدف تدريب 200 معلم وطالب لصناعة محتوى تعليمي مبتكر بهدف تعزيز مهارات صناعة المحتوى التعليمي بكل جوانبه وتفاصيله، واللي راح نتعرف عليها أكثر من خلال ضيفنا في الاستوديو السيد والأستاذ حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد. يا مرحبا بك يا أستاذ حسين، كيف الحال؟ حياك الله أختي ديالة، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. واجبنا بالعكس، شكرا لك على تلبية دعوتنا. يمكن يعني الموضوع مثل ما ذكرت ديالة أخوي حسين حلو. أنا دوم أؤمن يعني أن الإنسان اللي عنده تخصص جميل جدا إذا عنده المهارة يدخل في صناعة المحتوى، لأن نحن مو بحاجة أن كل من هب ودب يتكلم بدون علم بدون معرفة، لكن التخصص جميل. وأعتقد هذا دور جميل أنتم تمارسونه في تدريب الناس أصحاب المهارات أصحاب الخبرات، عندهم ممكن كل شيء لكن تنقسم تولز صناعة المحتوى فأنتم تدربونهم. فلو تخبرنا بداية يعني عن برنامج صناعة المعرفة والهدف منه. بداية طبعا شرف أن نتواجد وياكم اليوم. برنامج اسمه صناع المعرفة، خلنا نقول شوي لو برد وياكم اللي خلفية بسيطة. الأكاديمية إعلام الجديد من 4 سنوات أطلقت برنامج فارس المحتوى، البرنامج اللي يصدر اليوم أكثر عن 500 صانع محتوى موجودين داخل دولة الإمارات. نفتخر بأن 80% منهم من مواطنين دولة الإمارات، كذلك نفتخر بأن الجميع يأتون من خلفية علمية، من 25 قطاع علمي، طبيب، مهندس، محامي، في السياحة إلى آخره. فالتركيز اليوم على أصحاب التخصصات العلمية هو توجه الأكاديمية، وتوظيف أصحاب التخصصات العلمية في أنهم يكونون ضمن منصات الإعلامية جزء من توجه الأكاديمية. واليوم هذا يقودنا إلى برنامج صناع المعرفة. برنامج صناع المعرفة هو توجه استراتيجي من القيادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكذلك المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد في إيجاد مساحة إعلامية اجتماعية هادفة تجمع ما بين الطلبة والمعلمين لإثراء المحتوى التعليمي بشكل إيجابي بشكل ممتع بصريا. اليوم البرنامج انطلق، البرنامج يهدف إلى تصدير 200 معلم وطالب، يستهدف لأن يكون عندنا 5000 محتوى تعليمي ترفيهي مبتكر يترجم المناهج التعليمية، اللغة العربية والتربية الإسلامية، الكيمياء والفيزياء والمواد الإثرائية، بحيث يكون منصات التواصل الاجتماعي منصات ممتعة بصريا للطالب وللمعلم، وكذلك خلق خلنا نقول نوع من التواصل الإيجابي لهذه الفئات. أستاذ حسين يعني صدق يعني سعيدة جدا بني أسمع هذا الكلام، لأن أنتوا بتثرون المحتوى عندنا بمعرفة ومحتوى عربي نستمتع فيه نستفيد منه. يعني هذه الأرقام اللي أنت تكلمت عنها شيء مذهل ورائع أنه يطلع كذلك من دولة الإمارات من مدينة دبي، تعاون جميل جدا ما بين الأكاديمية وزارة التربية والتعليم. أتوقع النتيجة بتكون مبهرة ورائعة. نحن بنأمن على عيالنا خلاص أن يشوفون محتوى أكثر، لأن دائما نبحث عن المحتوى العربي. صحيح. أنا حابة أعرف يعني ما شاء الله عليكم بالنسبة للبرامج اللي تقدمونها في هذه الدورة، شو بتكون نوع البرامج الموجودة؟ الحين عرفنا أنتم منو مستهدفين، بس كيف بتوصلونهم لهذه النتائج وهذه الأرقام من المحتوى التعليمي؟ شكرا على سؤالك أختي ديالة. مثل ما تفضلت، اليوم منصات التواصل الاجتماعي أصبحت إلى حد كبير يعني قد تكون المعلم أو المربي في غياب الأسرة وفي غياب ولي الأمر. فالمهارات اليوم اللي نحتاجها عسب ننتقل من مرحلة خلنا نقول الكيان العلمي إلى كيان إعلامي، جميع المهارات الأساسية من الفكرة، السرد القصصي، التصوير، المونتاج، كذلك أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم أصبحت موجودة ومطبقة. الأكاديمية حقيقة تعمل على توليفة كبيرة جدا من أهم المهارات الأساسية وتطبيقها من خلال البرنامج. وفي نفس الوقت أيضا اليوم لدينا الكثير من الشركاء وخلنا نقول ألمع العقول حول العالم في مجال صناعة المحتوى. الأكاديمية تستقطبهم وتخليهم جزء من العملية التعليمية، وكذلك البرنامج نفسه عن عملية ضخمة من التطبيق، ليست جانب نظري. فبإذن الله تعالى خلال فترة البرنامج يكون لدينا مجموعة من النصوص، يكون لدينا مجموعة من الفيديوهات التعليمية، الناس والطلبة والمشاركين ينشرون هذه الفيديوهات ونشوف أرقام تفاعلية جدا جميلة. فإذا جينا على المهارات، هي مهارات تجمع ما بين المهارات التطبيقية ومهارات أيضا منصات التواصل الاجتماعي وإدارة المنصات وخوارزمياتها. جميل جدا. الحين إذا حد بينضم للأكاديمية
يدخل في صناعة المحتوى لابد أنه يتعلم هاي الأبجديات كلها، كتابة النص، إلقاء النص، المونتاج، ولا في تخصص حد يدخل المونتاج، حد يكتب للإعداد، حد يكتب أنه يكون المذيع، مذيع المحتوى. صحيح صحيح، ولازم يكون باكج كامل. سؤالك جميل أختي سماح. فاليوم البرنامج يعتمد نظام الموظف الشامل، يعني لابد أن الشخص يكون متمكن من عملية البحث عن الفكرة المناسبة للجمهور، عملية كتابة النص بطريقة تكون قصصية أكثر، عملية التصوير والمونتاج. اليوم عملية صناعة المحتوى عملية لحظية وآنية، وسائل التواصل الاجتماعي لا تعتمد على التخطيط الطويل الأمد بقدر ما هي اليوم أنت وصلتك فكرة، في ترند مستوي قدامك من منصات التواصل الاجتماعي، هناك حالة ساخنة تحتاج أنك تكون جزء منها لتقتنص الفرصة من ضمن مجالك ومن اختصاصك لصنع حالة نجاح مناسبة لك، فتحتاج أنك تكون متمكن من كل المهارات بذاتك إن شاء الله تعالى. سريع وقادر على أنك تنجز بشكل سريع. عصر السرعة، وخصوصا مدينة دبي مدينة تحب السرعة وتحب أنها تنتج بشكل سريع، مثل ما ذكرت بعض الكلمات يعني حار ساخن وكذلك ترند. صحيح. نحن بنشوف ويا المشاهدين هناك يعني فيديو كذلك بنشوفه وياكم، بعض التجهيزات، وبندخل وياكم إلى الأكاديمية ونتعرف على هذا التعاون أكثر. كنا متفقين أن اليوم زاد التنافس في المشهد الإعلامي، والتميز ما صار في الظهور وإنما بالحضور، بفكر وإضافة قيمة، هذا اللي ركزنا عليه في ورشتنا اليوم. إحنا دائما مثلا ننزل فيديوهات أو نسوي أشياء بس ما توصل للجمهور أو ما توصل بطريقة يعني ممتعة. اليوم تعلمنا كيف ممكن إحنا نعطي إثارة، نجذب الانتباه، نعرف إحنا كيف نختصر الكلام ونوجه رسالة دقيقة قصيرة ومؤثرة. برنامج صناع المعرفة يساعدنا في إنتاج محتوى تعليمي ممتع ومفيد للمجتمع. أحب أوظف ما تعلمته خلال هذه الدورة في وضع قناة مفيدة تخدم الطالب وتخدم المجتمع، بحيث أني أوصلهم معلومات واضحة وأيضا هادفة وتكون مفيدة وتفيدهم في المستقبل. صناع المعرفة فيها مطلقي. جميل جدا أستاذ حسين، أتوقع حتى حصص الدراسية بتختلف تماما، تقديم المعلومة بيختلف شكلها تماما. عصر متجدد وسريع وكذلك التكنولوجيا داخلة فيه بكل ما فيه من أدوات. حاب أعرف كيف يتم اختيار المشاركين في هذا البرنامج؟ مثل ما شفنا اليوم أختي ديالة، هذا حراك إعلامي يعتبر بالنسبة لنا من أضخم الحراك الإعلامي الاستراتيجي على مستوى قطاع التعليم. عملية الاختيار بالنسبة لنا عملية دقيقة جدا، هناك عملية تقييم، نطلق حملة واسعة بالتعاون مع شركاء في وزارة التربية والتعليم لكل من لديه الرغبة بأن يكون ضمن البرنامج، فنستقبل حقيقة طلبات ضخمة. يعني في الفترة الأخيرة استقبلنا أكثر من 500 طلب من مختلف مدارس الدولة في دولة الإمارات، نجري عملية مقابلات، تقييمات، استفتاءات للتأكد أن الجميع يحتوي على مجموعة من الشروط والمعايير المناسبة لدخول البرنامج. لازم يكون في شغف، لازم يكون هناك اهتمام علمي محدد وواضح، لازم يكون هناك قدرة على التأثير. اليوم إذا أنا مش قادر أأثر بأداة معينة فأكيد وجودي راح يكون في ضعف وتحدي. لازم يكون هناك القدرة على محاكاة الجمهور في منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل بشكل إيجابي. لازم يكون هناك نوع من خلينا نقول أيضا المصداقية في المعلومة والبحث عنها. فهذه رحلة يدخل فيها كل من يدخل في برنامج صناع المعرفة وكل من يدخل في رحلة صناعة المحتوى مع الأكاديمية. جميل جميل جدا. في يعني حين المجال فقط مقتصر على المدرسين والمعلمين في هاي المرحلة، ولا في مجال للتخصصات مثل ما ذكرنا في البداية أن أنتم تبحثون عن التخصصات العلمية حتى في دولة الإمارات، حاليا الباب للمعلمين ولا الباب على مصراعي لكل التخصصات؟ برنامج صناع المعرفة أختي سماح هو برنامج مخصص ومصمم فقط لمعلمين وطلبة وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات التعليم المدرسي. فغير ذلك الأكاديمية لديها برامج مختلفة. فارس المحتوى البرنامج هذا ينطلق للسنة الخامسة إن شاء الله، بعد أسبوعين بينطلق وباب التسجيل لازال مفتوح. فالبرنامج هذا يستقبل سنويا من 1000 إلى 1500 تسجيل من داخل دولة الإمارات. هناك اهتمام حقيقي جدا كبير
من خلال التسجيل هذا 1500 نفلترهم ل 500 ثم ل 100 ثم ل 50 فقط يحصلون على منحة كاملة من الأكاديمية لمدة 6 أسابيع ويعتبر من أضخم وأكبر برامج تدريب صناعة المحتوى في المنطقة. إن شاء الله برامجكم كثيرة ومختلفة وتفيد كل من لديه هذا الشغف في صنع محتوى إعلامي جديد. نحن كذلك بنشوف فيديو آخر ويا المشاهدين فيه المزيد من المعلومات وكذلك من الصور واللقطات الخاصة من هذا التعاون. انطلقنا في أبوظبي في المرحلة الثانية من برنامج صناع المعرفة لتدريب الطلبة والمعلمين على إنتاج محتوى تعليمي هادف. انضميت برنامج صناع المعرفة عشان أستفيد من هالدورات. هم جداً مهتمة في صناع المعرفة، حبيت أني أنضم وياهم علا وعسى أن أقدر أقدم شيء مفيد. أكاديمية الإعلام الجديد ما كانت بتختاركم إلا إذا كنت أنتوا طلبة متميزين عندكم ما تقدمونه. نحن هدفنا هني ان نحن نصنع محتوى هادف، ان نقدر نطلع معلومه نستفيد منها في النهايه. مسؤوليه الناس انها تشوف رسالتك من خلال فيديو اعلى من الصوره واعلى من التكست. سبب انضمامي لدوره صناع المعرفه لتحقيق رؤيه ورساله وزاره التربيه والتعليم بالشراكه مع اكاديميه الاعلام الجديد لايصال الرساله العلميه الهادفه للطلبه والجيل الجديد. اؤمن اني راح اتعلم اشياء كثيره مثل التصوير والقراءه واني اطلع قدام الناس بدون خوف او كسر حاجز هذا الخوف. أشجع جميع المشاركين أو المشاهدين لهذه الدورة أنهم ينضمون إن شاء الله في المرات القادمة. ما شاء الله رائع جدا، وشفت أن هناك في اختلاف في الأعمار اللي مشاركين، حابة أعرف عن النتائج حتى هذا اليوم وكذلك كيف يتم تقييم المحتويات وكيف يتم تقييم ناتج هذا التعاون وهذا العمل. في شغلة جميلة يمكن كلكم شفتوها، في ثنتين من البنات ومن الطالبات هم خريجين سابقين للأكاديمية ولا زالوا في المراحل الدراسية في الصف العاشر أو الحادي عشر، الخوات جمانة وشيخة، اليوم هم مع برنامج صناع المعرفة كمساعدين للمشاريع، موظفناهم في البرنامج يساعدون الطلبة والمعلمين. فالشاهد بالأمر اليوم البرنامج يستقطب الطلبة ما بين العمر 14 سنة إلى 18 سنة. البرنامج يحاكي كل المهارات المتطلبة لصناعة المحتوى. المخرجات الموجودة في البرنامج سواء كانت مخرجات كتابية كنصوص أو كمخرجات فيديو يتم إنتاجها يتم نشرها. كيف يتم تقييمها؟ يتم تقييمها اليوم بعدة عوامل لا شك. البرنامج مقسم إلى عدة مراحل، مرحلة الكتابة ففي متخصصين لكتابة النصوص 60 ثانية لمنصات التواصل الاجتماعي. فاليوم هناك عدة معايير، عملية السرد القصصي، نوع الأفكار، هل هي مناسبة لمنصات التواصل الاجتماعي، هل هي مناسبة للمادة اللي أنت قاعد تكتبها، إذا اخترت موضوع معين هل أنت فعلا أعطيته حقه كمعلومة كرسالة من المقدمة، عاملة جذب الهوك الكول تو أكشن في نهاية الفيديو، عدة عناصر فنية وكذلك كلمات ورسائل يتم توظيفها في النص يتم تقييمها كذلك. كذلك الفيديو المدربين المعنيين بتدريب المادة لصناعته موجودين في عملية التصوير وعملية التقييم، فبالتالي كل طالب وكل معلم يحصل على تقييمه بشكل منفصل لتطوير المادة خلال فترة التدريب نفسها. جميل. وهذه عملية مستمرة ويانا. كنت ذكرتني وانت تتكلم بأيام الجامعة، سبحان الله كيف يعني احنا نقول دوما احنا في عصر السرعة، احنا جامعة 4 سنين تخصص. ما كنا ندرس عشان نكتب 60 ثانية، لا انت تكتب مقال ولا جريدة ولا حتى برنامج مدته ساعة، الحين ان انت تتعلم ما قل ودل حرفيا يعني في 60 ثانية. زين كم الفترة الزمنية لهالبرنامج التدريبي؟ إذا تبغى 60 ثانية في كم بتدربني أكتب 60 ثانية؟ خاصة إذا أنا جاية من باك جراوند أنا أحب أتكلم وايد، أنا ضارية على الصحافة التقليدية، مرات ترى التغيير هذا شوي يكون صعب، غير يوم يكون الإنسان بعده خام ما اكتسب هالمعلومات السابقة. أنت لمستي يمكن أصعب مرحلة في صناعة المحتوى، تحدي اللي هي كتابة النص 60 ثانية وكتابة نص مؤثر ويحقق خلنا نقول الزخم الإعلامي المطلوب منه في منصات التواصل الاجتماعي. الحمد لله اليوم الأكاديمية من خلال سنوات من الممارسة وتطوير المحتوى وصناعة البرامج لديها الآليات ولديها خلنا نقول الفورميلا الخاصة في أنك كيف تصنع هذه المادة. فهناك عملية تدريب حقيقية تحصل في برنامج صناع المعرفة. البرنامج يمتد ل50 ساعة تدريبية،
تمتد 3 إلى 4 أسابيع، أسبوع كامل للكتابة. في هذا الأسبوع يأخذون أفضل آليات الكتابة المتخصصة في 60 ثانية. اليوم إذا أنا مش قادر أغير تفكير شخص أو أثر فيه في 60 ثانية، أنا فشلت في منصات التواصل الاجتماعي. الدراسات اليوم تقول أن معدل المشاهدة الطبيعية في دولة الإمارات يوصل إلى 3 ساعات على مناصل التواصل الاجتماعي يوميا. 3 ساعات بأقل تقدير كم فيديو؟ 180 فيديو. ال 180 فيديو 10 ثواني فيها كفيلة تغير فكر، تغير حياة، تغير نموذج. فإذا أنا مش قادر أكون جزء من هذه ال 180 فيديو و60 ثانية، إذا أنا ما راح أقدر أصنع تغيير، وراح يكون منافي لكل توجهات المشروع وكذلك التوجهات اللي نشتغل عليها. اليوم الحمد لله رب العالمين، 3-4 سنوات الماضية من عمر الأكاديمية أعتقد الأرقام كفيلة بأنها تحقق قصة نجاح. اليوم الأكاديمية تقدم الكثير من برامج التدريب وصناعة المحتوى. عندنا أكثر من 500 صانع محتوى في دولة الإمارات. الأكاديمية مشاركة في أكبر منصات التأثير والمشاركات الحكومية داخل الدولة وخارجها. الأكاديمية اليوم تصنع الحملات الإعلامية مثل القمة العالمية للحكومات، أجمل شتاء في العالم، الكوب 28، وكذلك تجعل من كل شخص ممارس لهذه المهنة جزء من صناعة النجاح. فهذا هو التوظيف الحقيقي. فنبغي يكون أيضا التعليم له نصيب، يكون للآباء والأمهات نوع نصيب في هذه المشاركة. فهذه ما يحصل معنا مع الطلاب. توجيهية ولا منهجية أكثر صناعة المعرفة بالنسبة للمعلمين؟ دورهم بيكون توجيهي لأولياء الأمور ولا تعليمي منهجي؟ الهدف 100% ما يجمع ما بين الاثنين. اليوم أنا محتاج إلى مساحة آمنة وصادقة لأبنائي وبناتي في منصات التواصل الاجتماعي. من خلال برنامج صناع المعرفة احنا ما نعلم فقط المهارات، احنا ايضا نعلم كيف تعيش بشكل آمن، كيف تحافظ على قيمك، كيف تحافظ على أخلاقك، كيف تحافظ على دينك وممارساتك السليمة والأخلاقية في دولة الإمارات. نعرف اليوم بعد تعلمونهم كيف تحافظون على عيالكم في بيئات المدرسة المختلفة، كيف أنت تعرف أن عيالك ماشي على الصراط المستقيم ولا في أشياء لابد أن نحن فعلا ما ندس رأسنا في التراب ونوجه أولياء الأمور وننبههم عنها، بحيث أن الأب والأم يكونوا على دراية وعلى وعي وعلى إدراك بالكواليس الأخرى. بارك الله فيك أختي سماح. في نقطة استراتيجية لم تذكر في هذا اللقاء، البرنامج لا ينتهي بانتهاء التدريب. بعد البرنامج التدريبي يتم اختيار أفضل مجموعة من المتدربين اللي هم تقريبا حاليا عندنا 100 طالب ومعلم في أبوظبي والعين والظفرة موجودين يشتغل البرنامج. من 100 اللي موجودين بيتم اختيار الأفضل، قد يكون عددهم 50-40 زايد ناقص. هذا العدد يتم احتضانه لمدة 12 شهر كامل. عملية الاحتضان هذه يتم توفير فريق متخصص في الكتابة، التصوير، المونتاج، إدارة منصات التواصل الاجتماعي، صنع الاستراتيجيات لخلق حالة متكاملة من صورة تعليمية تثقيفية اجتماعية، ولي الأمر يكون جزء منها. جميل. أنا عندي اقتراح ومفصل. بالعكس. يعني أتمنى هاي للشباب إن إذا تستهدفون فئات الشباب أو حتى المراهقين هم بالإعدادية والصعود، تأخذونهم في زاوية بعض منهم، تعلمونهم السنع، يكون في الأكاديمية جزء لتعليم هيلة السنع، والسنع ترى بيوصل لعيالنا من خلال هيلة. أنت تدربهم من خلال مركز حمدان بن محمد لحياة التراث والمراكز الأخرى، يشرفون على تدريبهم تعليمهم نظريا وعمليا، ومن ثم هم يبثون رسائل السنع لجيلهم. لأن أنك تتقبل من الكبار مرات يكون صعب، لكن تشوف زميلك يحاكي نفس الأسلوب تتقبل منه أكثر. كلنا نشارك هذه التوجهات. نعم. أختي سماح، وكلامك جدا جميل ونتفق، وهذا أيضا يعكس المناهج التربوية. اليوم مناهجنا غنية، في مادة السنع أو في مناهج اليوم موجودة في مدارسنا، موجودة هذه المناهج. البرنامج راح يخصص مجموعة من صناع المحتوى لترجمة هذه المناهج على شكل فيديوهات تعليمية، وهذا القصد من كل المناهج اللي موجودة، فإنها تكون ممتعة بصريا، سهلة الوصول لشريحة أكبر من خلال المناهج، وتكتسبها كممارسة مو ككلمات تحفظها. 100% طال عمرك. قواكم الله أخوي. جزاكم الله خير. طبعا بلا شك بهالأرقام اللي أنت تكلمت عنها وهالأهداف وهالطموح، يعني يخلي من مدينة دبي فعلا مدينة المؤثرين، مدينة التأثير الأكبر باللغة العربية وبالمحتوى اللي نحن نصنعه، عيالنا يصنعونه ومعلمينا يصنعونه. والبركة فيكم في أكاديمية الإعلام الجديد. شكرا، ما قصرتوا، وشكرا كذلك على وجودك معنا اليوم الأستاذ حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد. أتمنى لكم دائما كل التوفيق. كل الشكر لكم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.